دلوقتي احنا معانا قصه بطل من نوع فريد، البطل المصري عمر مشرف من ذوي القدرات الخاصه قدر انه يحصد المركز الاول على مستوى العالم واربع ميداليات ذهبيه، وكمان مثل مصر والعرب وافريقيا في اول بطوله للعالم لسباحه الزعانف البارالمبيه بايطاليا. معانا دلوقتي على التليفون البطل المصري عمر مشرف، خلينا نتعرف منه على رحلته الرياضيه بدايه بقى من اتجاهه للسباحه لحد ما قدر يحقق المركز الاول عالميا. صباح الخير عليك يا عمر، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور بحضرتك. اهلا بيك، قول لنا بقى يعني في البدايه طبعا احنا بنبارك لك وشرفتنا ورفعت اسم مصر، ولكن يعني عرفنا كده اجمالي الميداليات اللي قدرت ان انت تحصل عليها من هذه البطوله، من ميداليات بقى متنوعه. انا الحمد لله يعني بفضل الله حصلت على اربع ميداليات ذهبيه في بطوله العالم للسباحه بالزعانف للبارالمبيه بايطاليا. حصلت على الميداليه الاولى 100 متر زعانف مونو و100 متر زعانف مزدوجه و50 متر زعانف مونو و50 متر زعانف مزدوجه. ما شاء الله يا عمورة، على فكره مش اي حد يعمل اللي انت عملته ده، انت مركز اول عالميه. ربنا يخلي حضرتك، مبروك ليك مره تانية. لكن انت بدايه حبك للسباحه جات ازاي؟ انا بديت العب سباحه من وانا عندي 4 سنين، بس كنت اخدها هوايه يعني ما كانتش تمرين جامد. بس انا مش بدري شويه 4 سنين؟ ايه مش بدري 4 سنين؟ ده مش بدري. لا ده هو السباحه بالذات لازم انت تلعبها وانت صغير يعني. فانا بديت بقى اللي هو الحب الجامد والتمرين الجامد للسباحه من بعد ما رحت مع كابتن محمد زهران. فاتمرنت، قال لي انا هخليك بطل، فاتمرنت جامد. واصلا رحت مع اخويا علي بطوله ليه، هو اخويا برضو سباح. فروحت معاه بطوله ليه وشفت الاجواء فحبيتها، فقلت لا انا لازم اخش بطوله واجتهد يعني على نفسي واخش بطوله. طيب قول لنا بقى يا عمر يعني يومك بيمشي ازاي، خاصه الايام اللي بتبقى يعني قبل تحضيرات البطوله او قبل دخولك لبطوله كبيره، بتحضر للبطوله دي ازاي؟ يومك بيمشي ازاي؟ يومي بيمشي لو في بطوله طبعا بيبقى التمرين يومي 4 ساعات، من 4 ساعات لخمس ساعات جيم وفتنس وسباحه. طبعا نظام غذائي معين، ما ينفعش اروح في اي حته كده يعني، حتى لو انا بلعب رياضه جنبها، مثلا انا بلعب كوره بس مش اخدها يعني اخدها كهوايه بقى، ما بخشش ماتشات جامده وبتاع. فانا لو بلعب كوره مثلا ممنوع اخش العب كوره اللي قبل البطوله دي يعني. بتبقى مركز بس في تمرين السباحه؟ طبعا. اخبار التدريب ايه في الجو البرد ده؟ انا الحمد لله، بس هو احنا عندنا في نادي اولمبيا يعني الحمد لله الحمامات متسخنه في الشتاء، وفي الصيف بيبقى عادي يعني. طب قولي بقى يا عمر اهم البطولات اللي شاركت فيها والمسابقات ان كانت بقى محليه عالميه، واقربهم لقلبك ايه؟ هي احسن بطوله صراحه شاركت فيها هي البطوله الاخيره، بطوله العالم اللي كانت في ايطاليا دي. اكتر واحده انت كنت مبسوط بيها واقرب واحده لقلبك؟ طيب بعد ما حصلت على هذه الميداليات في البيت بقى رد فعلهم كان ايه؟ هو مش في البيت بس، وانا كان عندي في قريه اولاد حمام، انا كانت الدنيا مقلوبه وانا في ايطاليا اصلا، البلد كلها احتفلت بيك. انا اصلا كان ليا حفله هنا امبارح في قريه اولاد حمام، كانوا محتفلين بيا يعني. طب قولي يا عمر مين اكتر بقى الداعمين ليك من اول ما ابتديت السباحه؟ يعني انت قلت لي انت كنت بتروح مع اخوك. لا هو انا رحت مع اخويا البطوله، لكن اللي كان بيجي معايا التمرين وشتا وبالليل ومثلا مفيش اماكن يقفوا عليها او يقعدوا عليها والدنيا بتشتي والحاجات مبلوله كانت مامتي طبعا، ربنا يخليها لك، ويعني هي اللي ساعدتني وهي اللي عملت لي كل حاجه طبعا من بعد ربنا يعني. هتلاقيها دلوقتي اكتر حد فخور بيك وباللي عملته. طبعا. وعلى فكره يعني تستحق هي كمان ان احنا نشيد بمجهودها، لان هي اللي ساهمت في صناعه هذا البطل. اكيد اكيد. طب عمر بقى بما ان انت معانا دلوقتي وبتقول ان والدتك هي اكتر حد تعب معاك واكتر حد شجعك، وانت دلوقتي معانا على صباح الخير يا مصر، تقول لها ايه؟ طبعا احب اشكر والدتي على تعبها معايا وربنا يخليها ليا يعني، عشان انا من غيرها ما كنتش عملت كل ده. وطبعا اشكر بابايا برضه، هو طبعا برضه لازم معايا طبعا. اكيد شارك هو كمان يعني. صح؟ صح اكيد شارك طبعا. طيب اكيد. انت طموحك ايه الفتره الجايه؟ نفسك تحقق ايه؟
انا طموحي الفتره الجايه ان شاء الله اولمبياد 28 ميداليه ان شاء الله هناك. انت بتدرس ايه يا عمر دلوقتي؟ في سنه كام؟ ولا بتقول لي كده بتعمل ايه؟ انا دلوقتي في ثانيه اعدادي. ثانيه اعدادي؟ طب والمذاكره اخبارها ايه؟ الحمد لله، يعني هو من بعد البطوله دي كانت المذاكره راحت شويه، بس الحمد لله قدرت ارجعها يعني من بعد ما جيت. طب بس يعني هنركز بقى الفتره الجايه اكيد. اكيد طبعا. طب عايز تعمل ايه يعني؟ لو هنتكلم من ناحيه دراسيه، عايز تكمل في ايه لما تكبر؟ طبعا عايز يعني اخش ثانويه عامه واجيب المجموع الحلو واخش كليه هندسه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، ربنا يوفقك يا عمر ويكرمك يا رب ان شاء الله. طيب انت اتكلمت بقى عن فرحه البلد كلها بيك، لكن ما قلتلناش الاهل بقى في البيت فرحتهم كانت عامله ازاي؟ لا كانت فرحه يعني مش هقدر اوصفها لك، يعني كانوا فرحانين جامد، وكانوا يعني انا طلعت من السباق اللي حضراتكم شفتوه، يعني طلعت من السباق الناس كلها بتكلمني، مامتي واخويا وبابايا ويعني وجدتي كلهم يعني كانوا مبسوطين قوي بيا يعني. واحنا كمان مبسوطين بيك جدا وفخورين بيك ومستنيين منك المزيد كمان، وكل التوفيق ليك في اللي جاي ان شاء الله. البطل المصري عمر مشرف، شكرا جزيلا ليك، والف الف مبروك مره تانية. الله يبارك في حضرتك.